هل اقدر اعمل زي كتيب اجنده هسميها زي ما نسميها بالصناعات اللي لازم تبقى موجوده في مصر، لانه دي ليا فيها ميزات نسبيه فابقى قادر على تصنيعها وتصديرها باعلى معيار جوده، هل نقدر نعمل كده؟ احنا اوريدي عملنا كده. الله اكبر. اه طبعا، انت عندك المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، المنطقه الاقتصاديه دي المنطقه دي فيها 6 موانئ، بورسعيد، الأدبية، السخنة، عدد من المواني مربوطين على المنطقة دي كلها. طبعا. فالمنطقة دي أصلا المواني دي اللي اتصرف عليها هتبقى مربوطة عليها كمان مينة العريش، والعريش مربوطة جزئين. أيوه. مينة سفاجة إلى آخره، وجرجوب، كل المناطق اللي موجودة في المنطقة دي كلها هتخدم عليها شبكة. مش بس كده، احنا عملنا الطريق القطارات اللي هي القطر السريع صحيح. فالنهارده بقى في شبكه طرق وشبكه قطارات ومواني، فكل البنيه الاساسيه في منطقه قناه السويس دي منطقه خاصه، منطقه تقدر تاخد فيها رخصه ذهبيه لو انت هتطلع صناعات خاصه بالاكسجين، بالهيدروجين الاخضر، صناعات خاصة بالعربات الكهرباء اللي كنا بنتكلم عليها، لأن الصناعات الاستراتيجية أو السلع اللي مصر حطتها في إن هي دي تقدر عندها فرص كبيرة قوي فيها، منها صناعات السيارات وصناعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة بتكنولوجيا البيئة والمستقبل. في منطقة بورسعيد في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا وصناعات الهاي تك، صناعات النسيج مصر متقدمة فيها وتقدر طبعا تعمل تحقق فيها شغل جامد جدا جدا جدا، صناعات الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية اللي هي زي الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والتلفزيون، الكلام ده مصر عندها ميزة نسبية كبيرة جدا فيها. لكن في صناعات بتعمل بلقات في عمليات التصنيع وتعمل وفر كمان في بلقات كبيرة في عمليات الاستيراد. حلو. الصناعات اللي تعمل بلقات كبيرة هي صناعات الحديد الصلب، صناعات السفن، صناعات السيارات. أيوة. ومصر مؤهله لهذا الكلام، يعني انا وقادره انها تعمل هذا الكلام. انا شفت ان احنا بنعمل طفرات كبيره في صناعه السفن والمراكب واليخوت وما الى ذلك، ما بين اسكندريه والغردقه والعين السخنه وبتاع. لسه كنت اقرا على مصنع في الغردقه بيعمل يخوت غير قابله للغرق مثلا، وتصنيع محلي. فانا عامل ده، عايز فعلا بفكر بصوت عالي، أنا ليه ما بصنعش عربية مصري، البراند المصري، أو على الأقل أبدأ أخش في تصنيع العربيات بس بمكون أكتر من المكون الشهير 40%. ده أنا بقالي في 40% دلوقتي داخلي على 30 سنة. هو زي ما حضرتك ذكرت في الأول، هل أنا الناس اللي بره اللي عندها النوحة والهاي تك هتديني كل حاجة؟ أيوة. ولا مش هتديني؟ الطبيعي إن هي مش هتديني، لأن الفرص لا تأتي سودان، الفرص بتأتي اقتناص. فلابد أكون أنا مجهز نفسي كويس جدا، مجهز الانفراستراكشر بتاعتي، مجهز المصانع، مجهز الناس، مدربها، معلمها. أنا أطلع الهاي تك بتاعتي كمان لازم الناس عندي طبعا تشتغل، والمدارس سواء مدارس تكنولوجية أو جامعات تكنولوجية أو كليات هندسة أو حتى أبحاث متطورة، لازم المصانع والشركات عندي يبقى فيها ريسيرش اند ديفلوبمنت، الناس بتاعت اللي تشتغل وتعمل الار اند دي وتطلع المنتجات، ويبقى عندي الحاضنات التكنولوجية زي ما حضرتك ظهرت، او زي ما احنا بنتكلم دايما بيبقى عندنا ناس من النوابغ، بس محتاجة الفرصة، محتاجة المناخ، محتاجة الجو اللي تقدر تشتغل وتبدع فيه. فاحنا لازم كل ده نخلي بالنا منه ونعمله، سواء في قطاع التدريب او في قطاع التعليم، او في ان احنا نبقى مجهزين ان احنا نعمل التكنولوجي بتاعتنا ونطلع عربيه ببراند مصري، باسم مصري، بتكنولوجي مصري.